توجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة أنقرة اليوم في أول زيارة له، زيارة رسمية منذ توليه الحكم، يرافقه وفد رسمي رفيع المستوى. من المقرر أيضا أن يجري السيسي محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول العلاقات الثنائية وملف الحرب والملفات الإقليمية الأخرى، كما أنه من المتوقع أن يوقع الطرفان نحو 20 اتفاقية في مجالات الدفاع والطاقة والسياحة والصحة وأيضا التعليم والثقافة. إذن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هي الأولى إلى أنقرة، محملة بالملفات الإقليمية والاتفاقات الاستراتيجية بين البلدين. الاستقبال التركي للرئيس السيسي لم يقتصر فقط على مراسم البروتوكول الرئاسي فقط، بل صاحبه تعليمات مشددة من سلطات البلاد لجبهة اسطنبول الإخوانية في تركيا، وشددت التعليمات على عدم التعرض لزيارة الرئيس السيسي أو انتقادها على فضائيات الإخوان التي تبث من اسطنبول، أو حتى أيضا عبر منصات التواصل الاجتماعي، متوعدة المخالفين لتعليماته بالترحيل من تركيا. الإجراءات التركية إذن تدخل في إطار الحفاظ على العلاقات الثنائية بين البلدين التي عادت بعد قطيعة استمرت ل11 عاما. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زار مصر في شهر فبراير الماضي، ووقع مع الرئيس السيسي إعلانا مشتركا حول إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، كما رفعت وزارتا الخارجية المصرية والتركية التمثيل الدبلوماسي بين الدولتين إلى مستوى السفراء من أجل إعادة وإطلاق العلاقات إلى طبيعتها. وفقا للإعلام التركي، فإن هذه الزيارة للرئيس المصري تهدف إلى توقيع اتفاقيات ترفع من حجم التجارة بين الدولتين والبالغة 10 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار. تتضمن الاتفاقيات أيضا تنفيذ مشروعات مشتركة في قطاعات مثل الصناعة الدفاعية والطاقة، لاسيما بمجالات الغاز الطبيعي المسال والطاقة النووية والمتجددة. من اسطنبول مشاهدينا يرافقنا الزميل زيدان زنكلو مراسل الحدث. زيدان، حدثنا أكثر عن برنامج وجدول هذه الزيارة، أبرز الملفات التي سيتم التطرق لها، يعني وإلى متى ستستمر؟ زيارة مدتها يوم واحد. طبعا وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل حوالي 45 دقيقة إلى مطار أنقرة، أو 50 دقيقة تقريبا، واستقبله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ثم جرت مراسم استقبال رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية. قبل قليل بدأ اجتماع مغلق بين الرئيسين، الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس رجب طيب أردوغان. بعد نهاية هذا الاجتماع، بعد حوالي تقريبا نصف ساعة أو أكثر، يعني حوالي 40 دقيقة، سيبدأ اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي برئاسة أردوغان والسيسي، بهدف زيادة أو تعزيز العلاقات الثنائية والعلاقات الاقتصادية. كما ذكرتم، سيتم توقيع أو سيكون هناك توقيع 20 مذكرة أو 20 اتفاقية بين البلدين في مختلف المجالات. بعد اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي سيكون هناك مؤتمر صحفي مشترك في تمام الساعة 5 بتوقيت أنقرة والقاهرة. بعد هذا المؤتمر الصحفي الذي من المنتظر أن يستمر لمدة 45 دقيقة، سيكون هناك مأدبة عشاء أو مأدبة عشاء للرئيس الضيف، و بالتالي تنتهي الزيارة بعد مأدبة العشاء، أو ينتهي جدول الزيارة المقرر ما بين الجانبين. طبعا كلا الجانبين يهدفان إلى زيادة حجم التبادل التجاري من 10 مليارات دولار حاليا إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة، من خلال زيادة حجم التعاون أو حجم التبادل التجاري، أيضا إعادة فتح المسارات البحرية ما بين الإسكندرية، ميناء الإسكندرية وميناء مرسين في الجانب التركي. أيضا سيكون هناك بحث لمشاريع صناعات دفاعية مشتركة مع الجانب المصري، وأيضا زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر والتي تبلغ حوالي 3 مليارات دولار. بالتالي نتحدث
عن تعزيز أو تطوير العلاقات بين الجانبين بعد سنوات عقد تقريبا أو أكثر من عقد من القطيعة والخلاف بين البلدين. مجمل يعني القضايا تقريبا متفق عليها بين الجانبين. القضايا الخلافية موضوع الإخوان وغيرهم هي قضايا على ما يبدو أن الجانبان أو أن الجانبين قررا تخطي هذا الملف والمضي قدما في تعزيز العلاقات. طبعا الحرب في غزة وموضوع مفاوضات وقف إطلاق النار أيضا محور أساسي في مباحثات السيسي أردوغان وأيضا الملف الليبي وشرق المتوسط. نعم، نشكر لك طبعا كل هذه المعلومات التي زودتنا بها، وسنكون في متابعة لهذه الزيارة ونحن نشاهد الصور الأولى لوصول الرئيس السيسي واستقبال الرئيس رجب طيب أردوغان له. أيضا للحديث أكثر عن هذه الزيارة، أهمية هذه الزيارة، ينضم إلينا من القاهرة الأستاذ إيهاب نافع نائب رئيس صحيفة الجمهورية. أهلا بك أستاذ إيهاب برفقتنا مع قناة الحدث إلى هذه الساعة الإخبارية. من أبرز يعني ما سيتم الحديث عنه، المتوقع أن تكون غزة هي أحد بنود جدول أعمال زيارة السيسي في زيارته الأولى منذ 12 عاما. كيف تقيم أهمية هذه الزيارة ويعني ما سيتم التباحث حوله بالنسبة لغزة؟ وطبعا سنتطرق إلى ملفات أخرى، تفضل. بداية تحياتي لحضرتك وتحياتي للمشاهد الكريم. نحن أمام زيارة تاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي، هي الزيارة الأولى له من نوعها إلى تركيا منذ انتخابه رئيسا للدولة المصرية، وهي الزيارة التي تفتح صفحة جديدة في العلاقات التاريخية القوية التي تجمع البلدين الكبيرتين في المنطقة. ويعني نفتح بهذه الزيارة بابا جديدا للتعاون المشترك القائم على المصالح المشتركة والمتغاضي على النقاط الخلافية، والذي يبني نقاطا يمكن أن نسميها نقاط التقاء المصالح في القضايا الإقليمية والدولية العالقة، والتي بكل تأكيد يأتي التعاون بين مصر وتركيا في تلك القضايا الإقليمية يمثل كلمة فصل وداعمة للمضي نحو مزيد من الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما قضية الساعة والقضية المسيلة أمام الجميع، والتي يعني توجد على أول نقاط النقاش التي تجري الآن في أنقرة بين الزعيمين الكبيرين، وهي نقطة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهي القضية التي تمثل أهمية كبرى لكلا البلدين. وبالتأكيد تركيا عبرت من قبل أكثر من مرة عن تقديرها الكامل لجهود الوساطة التي قامت بها. وبالتالي ما الدور المتوقع من تركيا يعني في هذا الملف؟ أعتقد أن تركيا ستقدم دعما كبيرا للرؤية المصرية، وسيبحث الزعيمين معا كيف يمكن الدفع بوقف إطلاق النار والمضي نحو مزيد من الاستقرار في الشرق الأوسط وإنقاذ غزة من هذا المصير المأساوي الصعب، واستغلال النفوذ التركي إلى جانب النفوذ المصري للمساندة للوصول إلى نقطة يمكن من خلالها النفاذ إلى وقف كامل لإطلاق النار، وكذلك المضي نحو هدنة كاملة وإعادة إعمار غزة والقفز. يعني نحن قربنا على مرور عام على هذه الأزمة الإنسانية شديدة الصعوبة على الأرض، ويعني حتى اللحظة لا تزال هناك مساعي حقيقية من قبل الإدارة الأمريكية للمضي نحو وقت كامل لإطلاق النار. بالتأكيد لدى تركيا نفوذ يمكن توظيفه لخدمة هذه القضية التي تمثل لها أيضا أولوية كما تمثل للقاهرة أولوية أيضا، وبالتالي التعاون بين البلدين في هذه الجزئية بالتأكيد سيدفع نقاط القوة التي تمتلكها تركيا إلى جانب نقاط القوة التي تمتلكها القاهرة في العلاقة، سواء بالجانب الإسرائيلي من جهة أو بالولايات المتحدة الأمريكية أو بالأطراف ذات الصلة كالاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول، في الدفع نحو إقناع نتنياهو بالوصول إلى اتفاق يمكن من خلاله الوصول لوقف إطلاق النار، فضلا عن أن تركيا أيضا تمتلك قدرات وعلاقات قوية بحماس التي تمثل طرفا فاعلا في هذه الأزمة، ويمكن توظيف علاقة أردوغان بحماس بمزيد من الضغط عليهم للقبول بما يمكن التوافق عليه للقفز على العقبات الحاصلة والوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار. نعم، يعني مصر وتركيا تتطلعان لصفحة جديدة، هل يمكن أن يشكل برأيك هذا اللقاء نقطة تحول في العلاقات؟
أنا أعتقد أن هذا هو المأمول بشكل كبير، أن هذا اللقاء وهذه الزيارة التاريخية تبني على زيارة الرئيس أردوغان التي جاء فيها إلى القاهرة في فبراير الماضي، للتأكيد على حسن النوايا وصدق النوايا في بناء علاقات جديدة بين القاهرة وأنقرة. وبالتالي هناك نقاط مهمة ورئيسة يمكن الحديث عنها في هذا الإطار. نحن أمام نقاط كثيرة جرى فيها الاختلاف في الماضي، يمكن الآن حال الاتفاق بين القاهرة وأنقرة بناء وجهات نظر جديدة، سواء في الملف الليبي الذي كانت القاهرة وتركيا على وشك الصدام فيه، أو مسألة الشرق المتوسط أو الحدود البحرية ما بين البلدين، أو التعاون فيما يرتبط بالاستثمارات الطاقة، فضلا عن أن العلاقة ما بين مصر وتركيا بالتأكيد لدينا رؤية لدى القاهرة وكذلك لدى أنقرة للمضي نحو مزيد من التعاون الاستثماري والتجاري والاقتصادي ما بين البلدين، ورفع معدل التبادل التجاري والاستثمارات إلى 15 مليار دولار، هي الآن تصل إلى 10 مليارات دولار. نعم. وهذا رقم ليس بالقليل، لكن هناك أمل أن نعم. تصل أيضا يعني نعم. هناك جوانب أخرى أستاذ إيهاب، يعني نود الاستفادة من وجودك معنا. العلاقات بين تركيا ومصر كان شبه يعني بعض التوتر في معظم العقد الماضي طبعا، ويعود ذلك بسبب الإخوان المسلمين. إلى أي مدى اليوم نستطيع القول بأنه تم تجاوز هذه العقبة وتخطي هذه العقبة؟ هذا الملف المرتبط بالإخوان والذي مثل العقبة الكبرى والعقبة الكؤود في العلاقات بين البلدين، ويعني أدخلت البلدين في عقد من نمثل نقطة يعني صعبة في تاريخ العلاقات ما بين البلدين، وصل إلى يعني حافة الصدام أحيانا في بعض الملفات. لكن الآن القاهرة وأنقرة يعني اعتمد فكرة المصالح المشتركة، واعتمد على فكرة التنسيق ما بين الجهات الأمنية والاستخباراتية ما بين البلدين في إنهاء هذه الأمور العالقة فيما ارتبط بملف الإخوان. وأعتقد أن التعليمات التي صادرت بالأمس لقادة جبهة إسطنبول ورموزها في إسطنبول بأنه في حال التجاوز في حق الرئيس السيسي سيتم الوصول إلى حد الطرد لبعض هؤلاء والمتجاوزين. فضل عن هناك نقاط أخرى إلى جانب الإخوان، لدينا أيضا ملف ماسر وبقوة هو ملف أزمة الصومال والعلاقات الأسيوبية المصرية. وأعتقد أن التعاون ما بين مصر وأنقرة في هذا الجانب مهم للغاية، فضلا عن الأزمة السودانية ومزيد من الإشكاليات الموجودة في الشرق الأوسط، التي أعتقد أن التعاون ما بين مصر وتركيا كما يعني كان في سابق العهد نقطة قوة ومهمة، وكما كان خلال السنوات القليلة الماضية يمثل عقبة، الآن يمكن البناء عليه من جديد، لأن مصر وتركيا يعني من أكبر الدول الإسلامية والدول المؤثرة في المنطقة يعني حقا، ولا يمكن يعني الانتباه إلى حل المشاكل العالقة في منطقة الشرق الأوسط دون التعاون بينهما. وبالتأكيد هذا التعاون يعني سيجني كثير من الثمار لكلا البلدين فضلا عن المنطقة بالكامل. شكرا لك لهذه المشاركة ولكل هذه التفاصيل التي تفضلت بها معنا من القاهرة. إيهاب نافع، نائب رئيس صحيفة الجمهورية.